أهلا بكم ثانية بمناسبة ذكرى الغزو العراقي الغاشم. يسعدنا أن يحضر معنا هنا في الاستديو المحلل السياسي الدكتور فهد المكراد. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. 25 عام مرت على ذكرى الغزو العراقي الغاشم، لا شك أنها مسافة طويلة، ولا شك أيضا أن هناك في الذاكرة ما يعلق في ذهنك. ما هي أبرز المحطات التي تتذكرها بهذه المناسبة؟ نعم، في هذه الذكرى الأليمة يجب أن نتذكر شهداء الكويت الذين ضحوا بأنفسهم فداء لدولة الكويت. لا شك أن تلك الفترة ربع قرن من الزمن جديرة بأن نستفيد منها الدروس والمسببات التي أدت إلى هذا الغزو الصدامي في ذلك الوقت. باعتقادي أنه المسافة لا تزال ربع قرن، نعم، ولكن العبرة بمدى الاستفادة من هذه الجريمة النكراء التي قام بها النظام السابق، نظام صدام حسين، والتي أدت إلى تدمير البلاد، البنى التحتية والبشرية والسكانية. لذلك أنا أعتقد الآن كيف نستفيد وكيف تستفيد الأجيال القادمة والحالية من مواطن الخلل، من سلبيات وإيجابيات في تلك الحقبة. أنا أعتقد الأمن القومي الوطني الكويتي جدير بأن يكون من أولويات السلطة في الكويت، بل ومنظومة مجلس التعاون الخليجي ككل. لذلك العبرة في هذا الزمن الطويل من الفترة العصيبة التي مرت على الكويت أن نحاول أن نبني الأمن القومي والاستراتيجي للبلاد، وبالتالي هذه الخبرة والدراية للكويتيين في المؤامرات التي تحاك ضد هذا البلد يجب أن يستفاد منها من خلال الخبراء الاستراتيجيين، من خلال المؤسسة العسكرية، من خلال المؤسسات البحثية في البلد. وبالتالي لابد أن يكون هناك قطاع حقيقة دفاعي على نطاقين، النطاق العسكري والنطاق الداخلي، وهو اللحمة الوطنية والوحدة الوطنية التي تجلت أيضا في المسجد الصادق الذي قام به أحد المتطرفين دينيا وقتل فيه المصلين أثناء رمضان ويوم كان من أيام الجمعة. لذلك أنا أعتقد الآن يعني العبرة بأن نستفيد من هذه الدروس ولا تمر مرور الكرام فقط للتذكر، وإنما كيف نبني يعني مؤسساتنا الدفاعية والداخلية وتوحيد الجبهة الوطنية في مواجهة الأعداء، سواء من الداخل بأجندات خارجية أو خارجيا من أعداء دول. أيضا دكتور، لا شك أن خضنا ملحمة دبلوماسية. نعم. كان الجانب المحتل يشوه ويزور الحقائق. صحيح. من جهة، وكانت من جهة أخرى الدبلوماسية الكويتية تحرك في كل اتجاه وفي كل محفل وفي كل مكان لإظهار الحق الكويتية. ما هي أبرز المحطات التي تأتي في ذهنك الآن؟ نعم، هو لا شك أن يعني التاريخ يسجل بأحرف من نور موقف صاحب السمو الأمير الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان إبان المحنة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وكان له دور مهم، وكذلك الخطاب المميز للمرحوم المغفور له الشيخ جابر الأحمد أمير البلاد في ذلك الوقت رحمه الله، والموقف أيضا الشجاع لسمو ولي العهد في مؤتمر جدة الذي عقد في السعودية. لذلك أنا أعتقد أن فريق العمل كان جدير الحقيقة بمواجهة الآلة العسكرية والإعلامية كما تفضلت، يعني كان هناك تزوير الحقائق عبر وسائل الإعلام العراقية، وكان له تأثير في مداخل القوميين العرب والبعثيين طبعا على وجه الخصوص. لذلك أنا أعتقد أنه الدبلوماسية الكويتية واجهت تلك الآلة الإعلامية العراقية الكاذبة بكثير من الحقائق عبر سنوات طويلة من الدبلوماسية المميزة لدولة الكويت، ليس فقط في المحافل السياسية وإنما أيضا في المحافل الاقتصادية ودور صناديق التنمية الكويتية في مناصرة الدول العربية والإسلامية والوقوف معها. لذلك كانت الدبلوماسية يعني السند الحقيقي حقيقة حتى عبر الأمم المتحدة. نعم دكتور، ابقى معنا، سنعود لمواصلة هذا الحوار. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم ما تبقى من هذه النشرة.
الغزو العراقي لدولة الكويت. دروس وعبر وتاريخ لا ينسى. خمسة وعشرون عاماً مضت على أسوأ كارثة عرفها التاريخ. ملحمة وطن، برنامج خاص يأتيكم بالأوقات التالية.